بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصلين. من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه دون الأمم الماضية والأمم السابقة، أن يوحي ونجي به من خلقه إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. ثم أما بعد، أصحاب السعادة، شيوخنا الفضلاء، أيها الحفل الكريم، تزاحمت المفردات على شفاهه، تود لكم تراحيبا تباهي بها الكتاب والقلم الجزيل. فوقفت حائرا بينهم ولم أجد أبلغ من ترحيبة جدي سيدي بن يزن عندما وفد عليه جد رسول الله صلوات الله عليه وآله وصحبه عبد المطلب بن هاشم مهنئا له في وفد من سادات قومه. فنزلتم أهلا وحللتم سهلا، أهلا بكم حل الضياع بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر ألم أمسى مشرقا بقلوبكم الليل الحل مليئا مصيرا. إن الكريم أي والله الكريم لقاء الأحبة ومشاركة فرحة، فرحة وطن، وطن راهن على أبنائه فأرسلهم في أصقاع الأرض ليذهلوا بمنابع العلم الإسرائيلية، وطن بذل الكثير لبناء الإنسان وعمار الأضغان. فشكرا يا وطن. أيها السادة، ولئلا يقال بأن ليس للوفاء أخلا، وجب علي جزيل شكر وإقرار لكل من وقف معي في الرضا. فشكرا يا عظيم في قلوبنا ولو غيبك الثرى، فشكرا يا عظيم في قلوبنا ولو غيبك الثرى. شكرا أيها الملك الإنسان، شكرا أبا مصر. ثم شكرا لمن تعنى وعثاء السفر رغبة في مشاركة المساء وجلوس بين أخوة وأخلا. شكرا لمن شاركنا بالجد والجهد، كنت لهجة الحدث ولحن القوافي. شكرا لأم كانت لآلامي وماذا ولأفراحي وعاء. شكرا، والحديث يطيب في رجل الإنجاز، أبي أيها الشيخ الأبي، أبي أيها الشهم الأبي، عجزت قوافي الشعر أن تنصفك